السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معانا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد الميزان، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. احبابنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك وانزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. نشوف الصورة اللي هتطلع للمواليد برد الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. صورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. بسم الله الكاشف. بسم الله الكاشف. بسم الله. شوف الملح الروحاني بيقول لك ايه. بسم الله. في اشخاص هنا، الاشخاص دي بتحاول تهد من طموحك او تهد من طموحك او طموحاتك، وتخليك يعني عايزة تفشلك في حياتك، ودي يعني نتيجة من الغيرة اللي حواليك. حاول ان يعني ترتب امورك بشكل صح، وحاول كمان يعني تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص يعني هيكسر خب خاطرك بسبب يعني كلامه المزعج، وعندك شخص من عتبة العيلة هيكون مزعج ليك خلال الفترة القادمة. هنا بقول لك انت تعبت كثير ومريت بظروف كانت تعب وضغط بنسبة يعني ليك شخصني، بنسبة يعني كبيرة ليك. في شخصني انت سامحته كثير، الشخص ده انت سامحته كثير من مرة ومرة، وهتضطر تتنازل عشان تسامحه برضو مرة كمان. احذر من الحب خلال الفترة دي بمعنى ادق. حاول تعرف فين اللي بيحبك وعايزك في حياتك. شايف هنا يعني هترزق بمبلغ، هترزق بمبلغ مالي هتفرح بيه. شايفك هترزق بمبلغ مالي وهتفرح بيه. وعندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، عندك هنا يعني شخص قلبك هيكون يعني قلبك هيكون مرتاح ليه. شايف هنا في يعني معاك يعني هنا قلبك هيكون مرتاح ليه في تصرفاته وفي طريقته، هيكون قلبك مرتاح ليه. شخص هنا بيرجع لك يعني بيرجع لك بطريقة يعني ندم، بطريقة ندم وكأنه يعني مهم. حاولت يعني تصفي منه لكن لأن انتقامك أقوى من قلبك، انتقامك اقوى من قلبك. بحس ان عندك الحب الكبير ليه انسانة يعني بتتجسس عليك، داخلة وسط الحب الكبير الانسانة دي بتتجسس عليك في كل مكان، وكأنها مش رايدة ليك الخير. وعندك هنا اشخاص بيحسدوك على النعمة، يعني على النعمة اللي عندك حواليك. يعني عندك هنا قرار هتاخذه في الشغل وهتتواجه مع شخصية، بس خلي بالك من المواجهة لأن هنا هيكون فيها إحراج ليك. احذر من الأبراد، يعني هنا إن أبراد خلي بالك منهم، ناس يعني خلي بالك منها دي. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في عندك مشكلة مع شخصية هتنحل مع شخص، وهتتخاصم مع شخص تاني. في عندك نقلة من مكان لمكان، وفي عندك خبر يعني بحالة وفاة، بحالة وفاة، خبر عندك بحالة وفاة. وعندك يعني وفي عندك هنا تعب الفترة دي، تعب الفترة دي هيجي ليك في المعدة. عندك قضية ربنا هينصرك فيها بإذن الله. عندك يعني هنا امضي على ورقة، أو شايفك بتمضي على ورقة أو أوراق من شخص مهم. حذاري الفترة دي انك تقع في ظلم وما تعرفش تخرج او تخرج نفسك منه. في موضوع سفر بيجيلك على غفلة، موضوع سفر بيجيلك على غفلة، موضوع السفر ده يعني. بس يا عايزك ايه، انت هنا ماشي انت
تعبت او انت تعبت كتير وللاسف مش لاقي حد تتكلم معاه او تفضفض معاه، بالك مشغول، شخص يا في شخص سابك وينعزل عنك، ولكن مكانته لسه في قلبك، ولكن مكانته لسه موجودة في قلبك. ابعد الفترة دي عن اي الكيل والكال، لان بسبب كلام غيرة بعض الاشخاص اللي حواليك هتوقعك في مشاكل ما كنتش متوقعها. في انسان هنا عندها يعني منك الغل والانتقام، احذر منه، لان تصرفاتها هتكشف عدوانيته. قرار هتاخذه يخص العمل، قرار هتاخذه يخص العمل، عندك محكمة او قضية لا كانت على البال ولا الخاطر، ولكن رب العالمين بينصرك فيه. بعد 3 اوقات بتتحقق حالة انت عايزها، وانا شايف انك عندك تصليحات تخص عتبة البيت الفترة دي. في شخص هنا بيحكي معاك في يعني موضوع، وانت دماغك يعني هنا هتكون بترتب لموضوع تاني. انا شايف هنا يعني اللهم صل على سيدنا محمد، انت هنا ظلمت كتير، ولكن من بعد الظلم نصر، نصر، وعندك هنا الفترة اللي جاية عدة نصرات هتبسطك خلاف مع حد من عتبة البيت. وفي هنا موضوع انت هتتكلم فيه مع حد وهتكون قاصد تكلم فيه عشان تعرفوا او تعرفهم او تعرفوا حقيقة الشخص، ولكن هنا بعد ما يسمع منك هيواجهك معاه، هتحطه يعني في موقف، يعني هتحطه في موقف محرج، رغم انك حابب تبين الحقيقة. بس احذر من الاستغلال خلال الفترة دي، احذر من الاستغلال. اللهم صل على سيدنا محمد، وانتبه على شغلك، انتبه على شغلك على قد ما بتقدر، لانك هنا ممكن تتعرض للخسارة، ممكن تتعرض للخسارة، خلي بالك في اي وقت. شايف هنا بقول لك عندك سفر برضه، طريق السفر مفتوح معاك، وشخص يعني هنا بيمضي لك على ورقة، بيمضي لك على ورقة بتسعى يعني ليه، الورقة دي بتسعى ليها من فترة، في مبلغ مالي هيجي لك من الدولة أو من حكومة أو في محكمة. شايف إنها تتعرف على شخص روحاني، شايف هنا في شغلة، يعني شايف هنا في شغلة عندك هنا وعكة، يعني شايف عندك وعكة صحية ما كنتش متوقعها. رجليك معدة، ألم في الظهر، صداع. شايف هنا يعني هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في حد رجع لك شخص من الماضي، بس قد ما يعني اللهم صل على سيدنا محمد ما يحاول يبين كبرياءه عليك قد ما عزته كانت موجودة جواك. شايفك هنا بتتعرف على شخص الفترة دي، وتعرف عليه أيوة شخص. شايف هنا لأن في بيتك مشكلة، في بيتك مشكلة هتنحل المشكلة. شايف بيتك مشكلة عندك وهتنحل، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك تغير عربية، في تغير عربية، أو يعني اللهم صل على سيدنا محمد، أو شراء عربية. في عندك شخص متزوج يعني بتتعرف عليه أو تتعرف عليه قريبا، شخص يعني عيونه هتكون زايغة، بس الشخص ده هتكون زايغة عيونه على حداد، هيطلب منك أكتر من حادة وحادة، مبلغ شايف هنا مبلغ عندك يا اللهم صل على سيدنا محمد. الخير قادم، الخير قادم ليك، الخير قادم ليك بإذن الله تعالى، الخير قادم ليك. اللهم صل على سيدنا محمد، فضلا وليس أمرا أحبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك. شايف عندك هنا برضو تغير، يعني أو شافك إن أنت تغيرت، أنت يعني هنا أو أنت متجاهلة ناس كتير مش فارقة معاك أو مش فارق معاك هم بيعملوا إيه، لكن قررت تحب نفسك،
حاسس انك طاقتك هادية ومش خسران وانت راضي، وبتعزز يعني شايفك هنا بتعزز بنفسك، شايفك بتعزز نفسك وبتقول مش مستني انه تكلم الشخص ده. كنت ضعيف قبل كده لكن دلوقتي لا. شايف في خطوبة في أرض بيتكم، خطوبة أو زواج في أرض بيتكم. شايفك بس يعني شايفك زعلان، إيه اللي مزعلك وكسر قلبك؟ شايفك زعلان مجروح، مع إنه عندك هنا الباب اللي اتقفل في وشك من سنين، الباب ده هيتفتح قدامك، باب رزق هيتفتح قدامك، باب رزق عندك هنا يعني استلام ورقة فيها نجاحتك، يعني نجاحك من المدرسة أو نجاح أو حاجة زي كده. تغير عندك مكان منزلك، أو هتجدد المنزل، أو هتجدد منزلك، أو هتغير المنزل اللي أنت فيها، تشتري منزل جديد. طريق السفر قدامك مفتوح، فيه رزق إن شاء الله، فيه راحة ليك بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. جاية لك الفرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك. يعني انا شايف ان انت تعبت كتير وتعبت، سترى قدرة الله في تحقق ما صبرت لأجله. كل شيء سيتغير في لحظة لصالحك، لأن الله يريد ذلك، فلا تكن مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرج، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك هنا مبلغ مالي، يعني مبلغ كويس محترم، قد تكون مكافأة أو هدية أو ردوع يعني دين بإذن الله، أو رجوع دين ردع لك حقك رادع يعني. بس عايزك تنتبه من أشخاص، احذر من الأشخاص دي، قد تعتقد إنهم مقربون ولكنهم هم يعني يفتشون أسرارك بيتمنوا لك الضرر. احذر منهم دولي، احذر وانتبه جيد من هذا العين الحاقدة الحاسدة الذي يعني تعرقل حدث كثير، تعرقل مسار حياتك ومزادك اليومي، بقالها معاك يعني فترة. هناك شخص قريب منك حاسد وحاقد، يكرهك، أصابك بالعين بدل مرة أكثر من مرة، هو بجنبك ولكنه يشعر بنقص، يشعر أنك تمتلك ما لا يستطيع أن يملكه. العين مسيطرة عليك في الحركة والعمل والراحة والحب، دايما تشعر بالكسل وعدم الراحة، سواء في النوم أو فعل الأشياء أو التعطيل. يصير شايف برضه حتى سيرة العلاقات أو العلاقات، حتى في صحتك تشعر بالألم في الرأس والمفاصل، وخصوصا هذا الفترة. وهذا الشخص قريب منك جدا، بجوارك في كل تفاصيلك. هذا الشخص حاسد وحاقد، يتمنى لك الشر ما يتمنى لكش الخير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم. أتمنى من أحبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة. وعلاج السحر وعلاج المس وعلاج الحسد داخل القناة كله منزل من قبل، والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا فيها العلاجات يشرفنا يتواصل معنا على الواتس، ونكون إن شاء الله نكون في حسن ظنه فضلا وليس أمرا. ادعموا الفيديو باللايك وانزلوا فيها التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.